افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط فعاليات تدشين جمعية مهندسي البترول العالمية فرع مملكة البحرين بحضور رئيس الجمعية وصناع القرار الهندسي في البحرين لتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بإنتاج الموارد النفطية والتكنولوجيات ذات العلاقة. هو الوجود الذي كيف نفسه لتكون مملكة البحرين محط رحال لجمعية مهندسي البترول العالمية، لنكون اليوم وسط إشهار جمعية مهندسي البترول فرع مملكة البحرين مستقطبة ثلة أهداف للنهوض بالقطاع النفطي في المملكة في مجال التنقيب والإنتاج باعتبارها الملتقى العالمي لتبادل المعلومات الفنية، إذ تضم في عضويتها أكثر من 144 ألفا من المهندسين والعلماء والإداريين من 147 دولة. طبعا جمعية مهندسين البترول جمعية عريقة، طبعا لها قسم في البحرين تم إنشاءه منذ سنوات، وتقيم كثير من الفعاليات. طبعا أكبر فعالية تقام كل سنتين وهي مؤتمر ميوس، وكان جاري منذ السبعينات، وهو أكبر مؤتمر متخصص في مجال هندسة البترول. في مثل هذه الاجتماعات يدعون شخصيات مرموقة في العالم. اليوم تحدثنا مع الدكتور اسكندر وكلمنا عن التحديات المستقبلية للنفط، خصوصا مع يعني السيارات الكهربائية إلى آخره، كيف يجب على مهندسين البترول التركيز على خفض كلفة الإنتاج للاستمرار في التنافس في أسواق الطاقة المستقبلية. عدة فعاليات ومؤتمرات ومعارض مصاحبة كانت بتنظيم من جمعية مهندسي البترول العالمية على أرض مملكة البحرين بهدف الاستفادة من التجارب والخبرات ورفع كفاءة مهندسي البترول بالشركات النفطية والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة من خلال العروض الفنية والتقنية للشركات النفطية العالمية التي تعرض أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة في قطاع النفط والغاز. احنا هنا في البحرين كان عندنا الجمعية بشكل غير رسمي من سنة 2001، ولكن الحين صار عندنا في طلع قرار وزاري واحنا الحين جمعية رسمية، وبالتالي راح نبدأ نعمل فعاليات. اول هدف لنا طبعا ان نطور الشباب الموجودين اللي في مجال هندسة البترول. واحنا لما نقول هندسة البترول، الجمعية مو محصورة حق مهندسين البترول، الجمعية حق كل البروفيشنالز اللي يشتغلون في مجال النفط، بما فيهم الجيولوجيين، البتروفيزيائيين، الجيوكيميائيين، الجيوفيزيائيين، كلهم ينتمون حق هذه الجمعية. ومهم جدا لأن كل مجال بروحه مهم أن يجلسون مع بعض دائما ويكون في تبادل خبرات بينهم. المؤتمر هذا تكلم عن مستقبل النفط وكيف أنه هو يقدر يواجه الطاقة البديلة، مصادر الطاقة البديلة، واستعرض المؤتمر كذلك كيف نقدر نرفع من كفاءة إنتاج النفط بأقل التكاليف. احتضان البحرين لتأسيس فرع الجمعية سيلقي بظلاله على تأكيد استدامة البرامج التنموية ضمن الاستراتيجية التنفيذية لجمعية مهندسي البترول العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، والذي تعتبر استمرارا حيويا آخر تشهده الجمعية لكافة دول العالم. من فعاليات تدشين جمعية مهندسي البترول العالمية فرع مملكة البحرين، تمثل هذه الجمعية جزءا مهما لتجمع مهندسي البترول في مملكة البحرين لتفعيل البرامج والفعاليات النفطية لتعزيز مفهوم استراتيجية النهوض بالقطاع النفطي بدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.